Ja, det är det. Ja, det är svårt att ha. Det är svårt att السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان. تحيه لخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الارض الوطن. اليوم جينا القلب ديال المنزل ديال الوالده ديال اخت سميره، الانسانه الطيبه، المراه الشريفه، الاخلاق الجميله. وانا اقولها امام المغاربه، نحن في صف سميره، أحب من أحب وكره من كره، وبغيت آلاف ديال اللي جيم من أجل هاد السيدة المظلومة. ولكن اليوم كنا بغينا نجي نصوروا الدار اللي عطاها الأخ ديالها أو الأب ديالها اللي غادي تصلح لها لسكنة الوليدات اللي كانوا غادي يمشيو الديور ديال الكرا، وخص الدار كاملة غادي تصلح. ولكن كاينة واحد المفاجأة، نحط لكم الفيديو ديال المفاجأة، ومن بعد غدا إن شاء الله نحط لكم الفيديو ديال الدار اللي غادي تسكن فيها أخت سميرة اللي خصها كلها تصلح. اذا سميرة ما عرفاش المفاجأة بمناسبة عيد المرأة. خوتي العزاز، دابا انا الان مع هاد النساء هادو، هي السفيرات لرعاية المرأة والطفل، اللي غادي يدير واحد المفاجأة الاخت سميرة. ما غاديش نقول لكم، تبعونا حتى النهاية. يلاو معنا، والتحية للمرأة المغربية. دابا كما تشوفوا خوتي العزاز، حنا وصلنا لقلب المنزل ديال سميرة بعد ما عودت جبت هاد الاخوات. مرحبا بكم. ابيات اخت سميرة، اخت خديجة، اخت رئيسة الجمعية السيدة سعاد. مرحبا بكم، الله يخليكم الاجر والحسنه. اخت سليمه سليمه في دايره حسنه، هاديه اخت راديه. مرحبا بكم، وانا خلاص راك عارفيني. شكرا على الورد، الله يجزيكم بخير. يعطيك الصحه بمناسبه اليوم المراه. غادي نقول لكم راه كنهدي كاع لجميع العيالات اللي كيشاهدونا وكيتفرجوا فينا، وجميع الرجال كذلك اللي كيحترموا عيالاتهم وكيقدروهم. كما تشوفوا اخوتي الاعزاء، دائما شجعونا، اعطيو كومونتير زوين للاخت سميره، لانه البارح عيطت لي في الليل وقالت لي يوسف فرحت ملي شفت خوتي المغاربه تيكتبوا لي تعاليق زوينه. راه حتى التعليق تتريح نفسانيا، وهذا هو الشعب المغربي. نحن الشعب تضامن، وعندنا حنا المغاربه دائما تحترموا المراه، واللي ما تيحترمش المراه فليس برجل، لانه اللي ولدته مراه، واللي قراته مراه، ومرته مراه، وبنته مراه. هذا هو اللي نقول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اوصيكم بالنساء خيرا. هذا وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم. جمعيه ديال السفيرات لرعايه المراه والطفل هما الان معنا. الاخت سعيد السعاد هي الرئيسه ديالهم، اللي تنحييهم الاعمال اللي تيقوموا بها، وتنبغيهم بزاف، انا ديما في صفهم، واي واحد ملكي ووطني وراء سيدنا نحن معه. اختي سعاد قربيله، شنو هي المفاجاه اللي بغيتي ديري للاخت سميره؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. باسم جمعيه السفيرات لرعايه المراه والطفل، اليوم جيت عند الاخت سميره، والاخت سميره كان متبعه من المتتبعين ديالها، وهاد الانسانه الطيبه ورائعه، وبمناسبه عيد المراه كنهدي لها هاد الباقه ديال الورد، ونتمنى يا ربي نعجبوك وندخلوا لخاطرك. الله يحفظك ونجيك. وبهاد المناسبه ان شاء الله باذن الله غادي نديروا لك واحد التكريم ان شاء الله 13 مارس ان شاء الله في فندق زالا ان شاء الله. اذا تقبلتي مرحبا. غادي السبيكات حابه، السبيكات حابه على اخت سميره. احنا دائما كنتينا المتتبعين ديالك، ديالك التحيه درتي مع راجلك، مع وليداتك، مع الام المتتبعه ديال اخت ميلوده، ديال المهم كل شيء. شكرا لكم، هادشي قررنا مع الاخ زروي. الله يجزيكم بخير ان شاء الله. بزاف الناس اللي اتصلوا بيا، بزاف الجمعيات اللي اتصلوا بيا وداروا التضامن مع اخت سميره، ولكن ان شاء الله غادي كل واحد ان شاء الله غادي نجيبو، واي واحد يتضامن مع اخت سميره فجزاه الله خيرا.
وتنشوفوا دوما الفرح كيفاش جاتك اسياسي سمير. والله العظيم لا صراحة شكرا لكم الله يجزيكم بالخير. كما كنت كنقولها وكان انا الشعب المغربي كامل يشوف في يعني النظره ديال البنت ديالهم اختهم ديال الاقرب المقربات ليهم. شكرا ليهم فرحوني بزاف الله يجزيهم بالخير. الحبيبه ديالي والفرحه ديالك تفرحنا والابتسامه ديالك راه هي كلشي وان شاء الله غيكون الخير القدام. امين. واخا نعطي واحد الكلمه للاخت خديجه اللي قالت لي انا بغي الاخت سميره شنو بغيتي تقولي شنو قلتي لي انا من المتابعين ديالها شنو تيعجبك في سميره وعلاش قررتي انك دير لها التكريم هذا؟ المهم انا من المتابعين ديال اخت سميره كنت دائما نتبعها على المجهودات ديالها التواضع ديالها رغم انها عشت في المدينه كنت كنشوفها انها كتخدم في الباديه الفرنه هكذا يعني انسانه طبيعيه 100% ضحات وبزاف ديال الحوايج ولكن فاش صمت لي لايف ديالها وداك الشيء ما عجبنيش الحال لانها ما خرجت حتى بشي حاجه ما استفدت حتى بشي حاجه رغم ان الانسان اللي ضحات مع الزوج ديالها وكل شيء. المهم حنا كنتمناو الخير القدام ان شاء الله ومازال الخير ديالنا ان شاء الله حنا الشعاب ديالنا يا بيد وان شاء الله مادام انضميتي لينا وغتشرفينا غيكون لي الخير ان شاء الله بحول الله. والفضل كيرجع للاخ يوسف الصوالي صراحه هو انسان طيب بزاف وعاد وشرفنا في دارو وحنا اي واحد كلينا ما كلتو داك الشيء كنبقاو دائما يا دائما يا رحمه المرحومه حنايا دائما باش بغيت هاد الناس انا ملي تنشوف من الاخر ملي تنشوف شي ناس فوجهم الخير وباغيين الخير للولاد بلادهم ما تابعين حتى شي جهه راهو بلي جي خصنا نشجعهم لانه هاد الناس هادو مساكن هما في البدايه وحنا دزنا من البدايه وتحنا عاونونا ناس حنا عاونتنا السلطات عاونونا مسؤولين ما كذبوش على الله ما جيناش وصلنا لهذا المستوى والحمد لله اسم يوسف الزروالي عنده اسم ديالي وعندي مكانه ديالي رغم تكرفست وتعذبت ودوزت الحبس ودوزت كلشي وشكون اللي تيدوز الحبس هي الابطال اذا ما كنتيش مناضل وانا تنقولك يوسف الزروالي تيدير وقفات في فرنسا وفي المغرب وتيقول ملكي ووطني وتمشي للكركارات ولكن حنا راه عندنا دوله عندنا مخابرات حنا خصنا نعرفوا شكون هذا الزروالي هذا الحبس تيكتشف كلشي ملي تيسدو عليك تتبان واش انت كاين ولا ما كاينش والله العظيم نقولها انا كان في حبس التولال مديرس الكناس انا دوزت 7 شهور كلها تحقيق بقات لي 15 يوم حكموا عليا بالبراءه الحمد لله خرج براءه ثم باقي تحت امر السيد الرئيس لانني انا دافعت على بلادي وتنحيد المنكار وتنحيد كلشي هذا ماشي مشكل ولكن راه كاين الرؤوس في البلاد رؤوس دابا رؤوس الدوله بالكير ندوز السجن واحد رئيس واحد الدوله دوز السجن سيدنا يوسف دوز السجن ولكن الحمد لله خارج قوي وتيحترموني مسؤولين وانا كذلك تنحترم المسؤولين واي حاجه دقيت ما تيسدوش عليا الباب لانه الحمد لله انا مناضل من 2011 واحد النهاريات والله العظيم هذا نشهد عليه الله في الحبس يكون 15 يوم تيجي يقلبوا الحبس كامل واحد النهار طاحت لي التصويره ديال سيدنا انا كنت في البيت ديالي بوحدي قلت لهم لا بغيتي نجلسكم في هذا البيت جيبوا لي تصاور سيدنا جابوا لي واحد قلم الرصاص كتبت الله الوطن المالك ما خليش الغرفه ديالي كلها تصاور سيدنا جيت لقيت الصوره سيدنا طايحه عليا واش هو قاصها وما شافهاش تنظن ما شافهاش حيت ما يقدرش يخلي الصوره سي غضبت له النهار كامل قلت والله يمنك تنعرف شكون يطيح لي هذه الصوره ديال الملك انه حب الوطن وحب الملك في القلب واي واحد جمعيه تبغي الملك كما تنشوف رئاسه القصر السعاد ولا جمعيات اخرى كما تنتعامل معاهم ولا واحد جمعيه اونفيرس ولا جمعيه اخ الدكتور ماجد اللي فرانكفورت كلهم تنبغيهم لانهم هدف ديالهم بحال ديال يوسف الزروالي وحنايا دائما مع الاخت سميره وتراقبوا غدا ان شاء الله الفيديو اللي غادي نديرو اخوتي باش نحطو نصورو اليوم غدا نحطو اللي جاتني تهديدات باش ما ندخلش الدوسي ديال اخت سميره وساقولها انا لا اخاف من احد انا ما كاينش شي تيخلعني لانه وليتي تخلع هو الضانو حنا راه الحومه شعبيه ودايرين بلاصتنا خارج ارض الوطن ومشينا للحبس راجل كما عيط لي قال لي دخلت الحبس راجل وخرجت راجل وديما شعاري هو الله الوطن الملك وليت قوي اكثر من اللي كنت لان السجن زادني قوه وزادني شعبيه وزادنا مصداقيه مع كل المسؤولين ومع الشعب المغربي ودائما يبقى شعارنا الله الوطن الملك عاش الملك الله يبارك في عمر سيدي.